نحن هلا هون بمطار بيروت رفيق الحريري الدولي. هلا استلمنا طياره من دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، والطياره نقلت سبلايز معدات من مركز الـ WHO، المخازن الـ WHO الأساسية بدبي، معدات للمساعدة بالاستجابة للانفجار المريع اللي حصل ببيروت امبارح، وهيدا دعم للدولة اللبنانية باستجابتها لهالانفجار ولمساعدة الشعب اللبناني. السبلايز والمعدات اللي اجوا على هيدي الطيارة بيتضمنوا كيتس للتروما وللجراحة، وهيدول الكيتس بيقدروا يساعدوا بإجراء العمليات الجراحية والمساعدات لحوالي 2000 تقريبا شخص مصاب من الناس اللي إصابتهم خطيرة. نحن بنتشكر كتير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمساعدتهم بتأمين هيدي الطيارة بظرف زمني كتير قصير، لنقدر نساعد الدولة اللبنانية ونستجيب للاحتياجات الطارئة بوقت سريع جدا. نحن كمنظمة الصحة العالمية عم نشتغل مع وزارة الصحة ومع كل الحكومة والجهات اللبنانية المختصة وكل الشركاء على الأرض بلبنان، لنقدر نأمن الاحتياجات اللازمة للاستجابة للطوارئ، ونقدر نأمن احتياجات الشعب اللبناني الأساسية بهيدي الفترة العصيبة. نحن كمنظمة عم نشتغل مع الوزارة ومع الدولة اللبنانية لكمان لتأمين الخدمات الصحية الأساسية، وطبعاً لدعم الجهود الخاصة بمواجهة وباء وجائحة الكورونا. بنحب بس نعبر أنه نحن فعلاً مصدومين جدا ونحن حزينين جدا لهي المصيبه اللي ألمت بالشعب اللبناني، ونحن كمنظمه مستعدين دائما للوقوف الى جانب الشعب اللبناني والحكومه اللبنانيه لتامين المساعدات اللازمه.